السريه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير يعني خوبي، وخوبي أقسامه. يكيش إسلامه، مسلمون بوده يا نه، همین يعني خدا ما اینقدر که میدونیم مسلمون بود. خدا عز و جل در قرآن کریم از پول ارث گفته خیر، گفته کسی که از دنیا میره انترک خیرن، یعنی اگه پول گذاشت، چون این پول سبب کار خیر میشه. اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، همینقدر که مسلمونه کافیه. ای قطعه لا عبره فيه، هذا صوره قطع، مع ان هذا تخصيص في حجيه القطع، القطع حجيه ذاتيه، فكثير الشيء في مورد من الموارد صار عنده قطع، افرض قطع. ايه. فشنو وجه؟ لا شوفوا، قطع القطاع حجة، هذا الشيء. ايه. أما كثير الشك اللي يعني أكثر من المتعارف يشك. نعم. إلا هذه مرة عنده قطع، ما عنده شك. هذا أحكام كثير الشك ما إله. شوفوا هذا مو قطاع، شوف. هذا كثير الشك يعني نادر القطع، هذاك القطاع. أي أيضا قطعه ليس حجة. قطاع؟ قطع القطاع لا لا، قطع القطاع الشيخ الأنصاري يقول غيره في الأصول في أول كتاب الرسائل، يقول قطع القطاع إلى حجة، الغير مو حجة. لا نقول كثير الشك في موارد اللي عنده قط حجة، من يقول مو حجة؟ لا هذا شيء ثاني، يجوز مسألة غير شيء. كثير الشك شكه لا اعتبار له، أما قطعه ليش؟ قطعه ظنه حجة؟ لا ما أدري شو التعبير، شنو ما أدري. نعم. في جامع المسائل جواب التحقيق بالنسبة للسيد المرحوم الأخ رحمة الله عليه، جواز التحقيق ابتداء ميت. ابتداء؟ نعم. لا تقييد الميت ابتداء لا يجوز إذا مذكور اشتباه. لا، تقليد الميت ابتداء من خصائص الشيعة أنه لا يقلدون الميت ابتداء، هذا من زمان المعصومين معروف. إذا كان على تقليد الميت، ها بقى على الميت ما يخالف. ثم عدل إلى المرجع، إلى الحي. ثم أراد أن لا ما يفيد. إذا عدل إلى الحي بعده يرجع إلى الميت، هذا تقليد ابتدائي يصير. بله. نه، اگه دویون میت زیاده که ارث نداره میت، چون ببینید کسی که میمیره اول از پولای میت که داره ارثاشو میدن، میگم دینشو میدن، اگه اضافه اومد وقت ارث میدن. خب کل ما ترک رو به دین میدن، بقیهش بر ورثه نیست چیزی، حتی اگه پول دار باشن. تو روایات داره، اجماع فقه هم هست، بقیهش در بیت الماله. ای في هذه البيضات، ذكر الشيخ الأنصاري بالمكاسب.
هذه الرواية إنه في علم الإمام، الإمام هل يعني يجهل أو لم يعلم يعني قضية علم الإمام هناك، شنو توجيه؟ علم الإمام المعصومون الأربعة عشر علمهم لا شك لا شبهة فيه، لا شك ولا شبهة فيه، وإنما إذا الروايات اللي تنافي ذلك إما سند ما إلها يعني مرسلات اللي مو معلومة هالشكل، بالشكل واحد ناقل وهو مو ثقة فمو معتبر، وإذا كانت هناك رواية معتبرة يحمل على المجاز كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم وما تلك بيمينك يا موسى، الله ما يدري، هذا يسمى سؤال العارف، هذا ما يخالف. فهنا الرواية شلون نوجه؟ هيش لازم نشوف إذا سند معتبر، الله ببالي أنه ما إله سند معتبر. فيه السهل بن سعد، والسهل في السهل. على كل محل كلام. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. للرشدي صيغتان وردت في القرآن الكريم، الأولى بضم الراء وسكون الشين، أي، والثانية بفتح الراء وفتح الشين. رشد. قد تبين الرشد من أي. الغي، أي، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي. ببالي لا، هذه لغات مختلفة، القرآن الكريم هذا في التفاسير موجود مكرر من الشيخ الطوسي وانت نازل، يذكرون أنه في القرآن الكريم الله عز وجل موارد متعددة بلغات غير معروفة ذاكر بشي، لأنه في العرب بعض اللغات هالشكل كانوا يقولون الله عز وجل ذكر الآية الشريفة بتلك اللغة، هذه اللغتان رشد ورشد اثنين المعنى واحد. السؤال ليس من الناحية التفسيرية ولكن من باب أنه هناك في الفقه في قضية تصرف السفيه، أي، يعني هل قضية الرشد وقضية الرشد، أي، يعني هل هناك فارق أم كلاهما واحد؟ مادة واحدة، مادة واحدة. بله، اگر طرف داشته باشه و مراهنه باشه جایز نیست، اما اگه تنهایی میکنه این قمار اسمش نیست، اگرم بگن مجاز منصرف ازش، تو این کمپیوتر تو این موبایل ها بازی میکنه اما طرف نداره، یه وقت طرف داره و غالب و مغلوبه اون جایز نیست، اما اگه طرف نداره خودش تنهایی بازی میکنه اشکال نداره. نه اون جایز نیست، جایز نیست. چی؟ یعنی چی کار میکنه؟ نه اون جایز نیست، این چیزی که قماره حتی بدون رهان جایز نیست. نه این مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب داره. نه اونو من نگفتم جایزه نمیگم، اما اگه بی طرفه تنهاییه چون قمار اسمش نیست. نعم حول امام الجماعه، نعم، اذا كان اعجمي، اي، خصوصا الركعه الاولى والثانيه قالوا بان للعربي لا يصح له ان يصلي خلف. نعم السؤال هنا اذا كانت الصلاه رباعيه، اي، فهل يجوز
لا إشكال في ذلك. أما في المسألة الأخرى، إذا حتى في الركعة الأولى والثانية إذا الإمام صلاته لنفسه صحيحة يجوز الاقتداء، ولكن إذا الإمام القراءة بعض الآيات غلط يقراهن، أي إذا غلط يقراهن مو أنه بلهجة غلط، يعني شوفوا قد يكون العين مثلا يجيبها بالهمزة هذا غلط، قد يكون العين ما يجيبها مثل العرب يجيبها خفيفة ما يخالف هذا. أما إذا غلط يجوز للمأموم أن يقتدي به وتلك الآية هو يقراها ما يخالف، لأن الإمام ضامن هالمقدار اللي ضامن إذا غلط. فرق أكو بين الغلط وبين اللهجة الخفيفة، خفيفة إذا غلط المأموم يقرأ هو هاي الآية ما يخالف. اي تجرأ صارت عدم الغيرية تكون واجب نفسي، أكو أصل هنا؟ لا لا، أصل ماكو. إذا ما ندري هذا واجب نفسي أو واجب غيري، إذا ما ندري يعني ما ندري واجب نفسي الأصل عدمه، ما ندري واجب غيري الأصل عدمه، فيتعارض مع العلم بأنه واحد منهم أكو ما يفي، ماكو أصل، ما عندنا أصل. أصل ما الأصل ما إلى هنا مورد. أي مثل الأصل في المتعارضين، إناء طاهر إناء نجس، أحدهما طاهر قطعا أحدهما نجس قطعا، أما ما أدرياه أصالة عدم النجاسة في هذا يعارض أصالة عدم النجاسة في هذا، فيتعارضان هذان الأصلان مع العلم بنجاسة أحد بطهارة أحد، أي يتساقطان فماكو أصل. شلون؟ لا صلاة إلا أي 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 اینو من عرض کردم، اگر عرض کردم اگه غلط میخونه مأموم اگه همون آیه را صحیح بخونه اشکال نداره، اما اگه غلط نمیخونه سبک میخونه اشکال نداره. روایت داره ان الاعجمی، اعجمی نه یعنی فارسی، یعنی غیر عربی، حالا چه فارسی باشه چه لغت های دیگه باشه، ان الاعجمی ليقرأ القرآن بعجميته فيرفعه الله عربيا، ما يخالف. أما أجي تغيير ميده لا، أنه خذ معموم جملة ربخونه. سيدنا هذا ورد عن الإمام العسكر عليه السلام في بني فضال، خذوا ما رأوا وذروا ما رأوا، فاسد العقيدة أن أخذ ما يرى مثل الواقفة وغيرهم. أي ولذا عندنا من العامة من الواقفة من غيرهم غيرهم إذا ثق في النقل يؤخذ يؤخذ بحسه لا بحدسه، ما رأوا هذا حدس يعني اجتهاد، ما رووا يعني حس، الثقة يؤخذ بحسه بنقله الحسي وإن كان حتى لا يقبل الأئمة أصلا من العامة ولا يعتبر أمير المؤمنين سلام الله عليه إمام أول، يعتبر إمام رابع، كما عندنا مسعدة بن صدقة مسعدة بن منه، هذول اللي من العامة إذا ثقة في اللهجة في اللسان عندهم وثاقة عندهم إيه يخ صدق عندهم يأخذ بكلامه. لا لا لا.
جوان بعض الغراء تقول لا الإمام علم منهم أنه ما يكذبون بني فضال أيه. فقال خذوا ما رووا لا لا كل من كان هكذا هذا يعني مشهور بين الفقهاء خصوصا المتأخرين أنه يؤخذ بكلام الشخص اللي فقط يكون مسلم حتى لو وارد بلعن العبترائي وارد بلعن من الإمام أي أي على كل إذا ثق في النقل يؤخذ بنقله بحسه ليش لا يؤخذ أحمد بن هلال ماكو غيره على كل المشهور بين الفقهاء خصوصا المتأخرين أنه حس المسلم إذا كان صدوقا حسه يؤخذ به أما حدسه اجتهاده فتواه لا يؤخذ به نعم أي أي حسب رأي سماحتكم أي من التي تقدم ولاية الجد ولاية الأب إذا أحدهما عمل الولاية وصار عاقد الثاني ما إلى أن يخرب سواء الأب أو الجد أما إذا قبل العاقد لا الجد مقدم هل الصور بالعروة الوثقى موجودة المسألة أيضا كان ترى روايات داره مختلفة ما هست اما معروف اینه که صلاة وسطى يعني الظهر بله بفرم بله چرا نه ظاهر روایت همینه دیگه اگر یک کسی سبب هدایت شد خدا ثواب تمام اینها رو به اون میده روایت داره پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله که سبب شدن به فضل خدای عز و جل که مردم نماز بخونن تمام کینایی که نماز میخونن مثل ثوابشون به پیغمبر خدا میدن اگرم کسی به عکس شد روایت داره هر قتلی که میشه گردن اونایی که سبب قتل ظلم شدن نه هر دوش درسته نه این به نحو مطلق من ندیدم اونی که من دیدم اینه که حضرت صادق صلوات الله علیه فرزندشون اسماعیل که مرد حضرت پول به یه نفر دادن گفتن به جای پسرم اسماعیل حج کن این مال نیابت حجه فرمودن حج کن وقت برای تو برای پسرم اسماعیل ثواب یک حج می نویسن که تو به جاش کردی برای تو که نائب هستی ثواب 9 تا حج می نویسن این در اونجا هست شاید یعنی 9 تا و 1 رو در همه جاست یعنی کسی که به جای میت نماز میخونه آیا 9 تا ثواب بهش میدن کسی که به جای میت روزه میگیره 9 تا نمیدونم در حج داره اگر کسی فهم عدم خصوصیت حج دوش آها همه جا بگه اما خود من الان برام روشن نیست ای أيه. أما المشهور هو لا يحل حتى هنا شنو وجه الوجه هذا مو أنا وحدي أقول جماعة آخرين قالوا متأخرين هو لا متقدمين ما متعرضين
جماعة آخرين ذكروا ذلك، والوجه أنه قوله تعالى الحج أشهر معلومات، يعني من ذي الحجة يخلص كل شيء يخلص إلا ما استثني. ما استثني مو هذا، ما أكو هذا استثناء. الفقهاء اللي قالوا يبقى هالشكل حتى بعد ذي الحجة باعتبار الاستصحاب قالوا، أما إذا الحج أشهر أما إذا الحج أشهر المعلومات له يكون له ظهور في هذا المعنى اللي أنا يبدو أن له ظهور في هذا المعنى، أنه من حج كم الحج أشهر المعلومات أولا وأخيرا، يعني كما أنه قبل شوال واحد إذا ينوي حج التمتع ينوي عمرة التمتع ما يفيد، بعد ذي الحجة هم ينتهي كل شيء. يجب عليه يجب، مو أنه يبقى الآثار، لا 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 لا، نعم نعم. الشهرة مو معلوم، ما متعرضين كثير منهم المتأخرين متعرضين، أما قبلا ما متعرضين، من ندري أنه الشهرة تكون إذا أي أي رواية خاصة. أنا قلت لجناب الشيخ بالفارسي، قلت أنه إذا فتوى واحد يفهم عدم الخصوصية للحاج خو هذا له حجته، أما أنا الآن مو واضح عندي عدم الخصوصية، يعني بحاجة مو عدم فهم الخصوصية، فهم عدم الخصوصية. إذا يكون فهم عدم الخصوصية ما يخالف كل مكان نقول في الصلاة والصوم والاعتكاف واللي منطي فلوس حتى بعد وفاته يزورون الحسين عليه السلام عنه وإلى آخره. أما قال هل أكو فهم عدم الخصوصية، يعني الحج لا خصوصية له؟ الآن أنا ما مستحضر هذا. نعم بال بال رواية خاصة دارك. نه دیگه زمان بل نشنیدم ببخشید. اطمینان اطمینان یا علم عرفان یا حجت طریقیت عقلائیت، همین یکی از این دوتاست، محل خلاف هم هست و خردش حجت. اگه علم باشه بله، این ببینید سیره وقت یه وجه دیگه میشه، یعنی سه تا وجه میشه، یعنی یا به نتیجه اطمینان حجت چه ها همین وقت سه تا چیز میشه، یکیش هم میشه سیره، اگر سیره تام باشه، اگر سیره تام باشه که بد نیست، یعنی حرف بدی نیست بگیم که حجیت اطمینان از باب سیره است، این هم خوبه خوبه. بله 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 درست بله درست
درس فقط في الأشهر لو طول السنة محل خلاف. محل خلاف في العروة عند الحاشية. بله اگر ببینید رهان نهی شده که تمام رهان ها یعنی تمام شرط بندی ها جایز نیست مگر اینکه استثناء شده، مگر اینکه به عنوان مثل جعاله مثل نذر از یه رای دیگه بخواد آدم درستش بکنه که عیبی نداره، چون خدای عز و جل خودش یک عموماتی قرار داده که مثلا بیع اگه غرری باشه باطله، اما اگر صلح غرری شد و عموم دید یعنی متصالحین یا چیزای دیگه اشکال نداره، عیبی نداره. خلاصه به عنوان رهان به عنوان شرط بندی ناجایز نیست. دو عنوانه مثل صلح با بیع چه فرقی داره؟ بعد وقت میشه جعاله، اون عرض کرده اون میشه جعاله. شرط بندی اصطلاحا به این نمیگن. بله بله درست، بله عرض کردم اشکال نداره اینجا بفرمایید. بله نه ببینید این شیش امامی ها مثل خود عامه میمونه، عامه حضرت امیر فقط صلوات الله علیه را امام چهارم میدونن، یازده امام دیگر را قبول ندارن، اما طاهر هستن اشکال نداره. هم اسماعیلی هم همین جورن، اکثرشون امام هفتم به بعد و به عنوان امام قبول ندارن، مثل اینکه ما حضرت عباس علیه السلام امام نمیدونیم اما امام زادن، اونا هم اکثرشون حضرت کاظم علیه السلام را به عنوان امام زاده قبول دارن، اما اگر کسی نعوذ بالله لعن میکنه نه اون پاک نی. ایش هذاك مسألة الحرج والضرر يأتي، إذا ضرر يصير على الطفل إيه مو لا ضرار لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يضر أحد أحدا، إذا ضرار يصير لا ما نقول، أما إذا ضرر ضرار ماكو ما يخال لا، هو هذا الحد اللي الشارع قايل سنتي يعني إيه. الرضا اي الايه الكريمه يعني عن الرضا اي الحضانه غير الرضا اي معلوم. لا اذا 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 ضرار ماكو هو نفس الحد الشارع اللي قرره. شيخنا سيدنا عفوا سؤالي انه كيف استفادوا الفقهاء من لا ضرار، من لا ضرر ولا ضرر تحديد السنتين روايه خاصه اكو في تفسير الآية رواية خاصة أكو. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الحمد لله بخير. وعلى الوصل كثيرا.